مرحبا برز الجدي، هذه قراءتك العامة راح نلقي فيها نظرة على وضعك المالي الصحي العاطفي، وأيضا أي أخبار أنت منتظرها أو تتوقعها في المستقبل. أول كرتين راح يكونون تبع طاقتك العامة للشهر. عندك ثلاث الأغصان: طاقة نارية، طاقة انتظار ما طلبته ما تمنيته أن يأتي إليك، تنتظر السفن أن تأتي إليك لأن فيها حمولة أنت تحتاجها، وأيضا أربع الخماسيات: طاقة الأرض الترابية هي طاقتك، تحس أن ما لديك من أموال غير كافية عشان تنمو. الكرتين مع بعض يبينون لي نقطة مهمة في حياتك، أنت تحس أنت غير راضي عن أدائك في الحب والمال أو الأثنين مع بعض، تحس أنه وصلت إلى مرحلة وإن كنت مستقر ماديا وإن كنت وصلت إلى وظيفة معينة أو منصب منيح، لكن عندك إحساس إن المفروض تكون أكثر من هكذا، غير راضي عن الوضع. احتمال إنك أيضا قاعد تبحث عن وظيفة أفضل، عن دخل أفضل في نفس الوقت، مشروع تعدل بدخلك. هذه هي طاقتك لهذا الشهر. على صعيد الحب، ثلاث الأقسام مثل ما قلت لك: كرت انتظار السفينة أن تأتي، احتمال أن في شخص رحل عنك، أنت بانتظار رجوعه، بانتظار أن يأتي إليك يدق بابك يوم من الأيام ويطلب منك أو يكون مستعد أن يتفاهم معك من جديد، أو أنت بانتظار الحب بشكل عام لأن تحس أن في شيء غير كامل عندك. لديك ما يكفي حالياً، بجانب أيضا كرت الإمبراطور، لديك ما يكفي ولكن ليس ما يسعدك. أحس أن بطبيعتك أنت يا برج الجدي دائما عندك تحكم بالأمور اللي لها علاقة بالأرض، الأمور المادية سهل جدا أن أنت تأتي بالأمور المادية لنفسك، ولكن تحس أن دائما في الحب أو في العلاقات أو في التفاهم حتى مع الحبيب هنا تحديك الخاص. هذا يمثل لك تحدي. الأمور المادية ليست تحدي بالنسبة لك، تستطيع أن تعدلها في أي وقت تستطيع، لكن ما ينقصك هو السولميت. احتمال أنك التقيت بشخص حاليا هو غير موجود في حياتك لأي سبب من الأسباب: انفصال، فراق، ابتعاد، واحد عمل للثاني بلوك، أنت احتمال أيضا رحلت عنه، ولكن التاري يخبرك أن أنت الآن في مرحلة ترقب، تنتظر إما أمورك المادية تتعدل، راح تحس أنك عندك ثقة أكثر عشان أنت تتوجه باتجاه الحبيب إذا هو لم يأتي بعد فترة، ولكنك بانتظار شيء مادي معين يتحسن عندك بحيث تحس نفسك واثق وتعرض على هاي الشريك أو الحبيب أو حتى تستقبله عندما يرجع إليك. أمورك المالية أو حياتك العملية يا برج الجدي، عندك الإمبراطور ولكن معاه أربعة سيوف، طاقة هوائية. أرى أنك حاليا أنت مسيطر، مثل ما قلت لك أنت عندك ثبت نفسك في أمور معينة في الوظيفة أو في المال أو في الدخل، مثبت نفسك، ولكن حان الوقت لأن تعيد تغيير أولوياتك، لأن في هاي المرحلة ترى يخبرك أن أنت مش قاعد تنتظر أموال جديدة تأتيك، وإن كنت تحاول ولكن هاي المرحلة هاي الشهر بالذات مهم قبل أن تأتيك الأموال الجديدة أن تعيد ترتيب أولوياتك، تغير من أسلوب حياتك، مثلا تخفف المصاريف، تكثر من التوفير أو تغير. أنت عندك أربعة سيوف، عندك أربعة أمور هي قاعدة تستنزف أو تأخذ الأكثر من دخلك، دخلك قاعد يتوجه إلى أربع أمور رئيسية، حان الوقت أن أنت تقلل، تعيد تغيير النسبة وترتيب هاي الأولويات عشان تحسن من نفسك، عشان تحسن من وضعك الاقتصادي. هذه أول خطوة عشان لما تأتيك الأموال الجديدة في المراحل القادمة تكون أنت أصلاً أولوياتك تخدمك،
يعني لما تأتيك أي أموال جديدة ما راح تروح كلها باتجاه المصاريف مثلا، راح يكون أن جهز لنفسك فكرة معينة، مشروع معين، راح أيضا أدخل لك مدخول أكثر. فجدا مهم يا برج الجدي أن هاي الفترة تكون عندك توازن مادي، وأيضا تتحكم في نفسك. كارت الإمبراطور دائما التحكم بالنفس، مهم أن أنت تتحكم بنفسك بما يخص هاي الأمور. أحس أن عندك رغبات معينة، أسلوب حياة معين، تعودت أن تصرف الكثير من الأموال في جانب معين، جانب إما التجميل، إما التخسيس، إما الأكل في الخارج، إما الخروج مع الأصدقاء. في عندك جوانب يحتاج أن تخفف منها، يعني تسوي cutting down حق الإكسبنسز تبعك عشان تكون أقوى في وضعك الاقتصادي حاليا. التاري يخبرك أن أنت مو محتاج أموال جديدة تأتيك، أنت مجرد تعيد جدولة مصاريفك. في الوضع الصحي أنت جدا في عنصرك، ملك الخماسيات، ملك الأرض، أنت في عنصرك، عنصر الأرض، مش ناقصك ولا شيء. احتمال أن أغلبكم إما في نهاية العشرينات أو بداية الثلاثينات، ولكن التاري يخبرك أن أنت في مرحلة أقوى مراحل الصحة، فحافظ على نفسك، لأن الشيء الوحيد اللي ممكن يعرض صحتك للخطر كثرة التفكير. برج الجدي من النوع اللي كثيرا يفكر، دائما يسمى البرج الأرض اللي يتصرف كأنه هوائي، لأنه هو أيضا يحكم بكوكب زحل ساتر، وكثير التفكير. طاقتك أيضا هي طاقة زحل، كوكب المنطق والعقل والتحليلات والأمور المنطقية. كثرة التفكير احتمال أنها تسبب لك أرق. أنت دائما أول شيء شدني إلى ملك الأكواب هو قلبه. أنت صحتك منيحة وقوية، جسدك منيح، لكن طاقتك النفسية، نفسيتك إذا لم تشتغل عليها صح، إذا ما كنت كل يوم تستيقظ الصباح وتحس انك فعلا صحيح من داخل، من قلبك سعيد ايضا، هذا اللي راح يأثر على صحتك. وايضا انت عندك افراط في شيء معين، اول شيء التفكير، ثاني شيء احتمال عندك افراط في الشرب، شرب الشاي، شرب اي شيء ثاني، الكأس ايضا جذبني. عندك افراط في شيء معين كثيرا، مثلا تأكل فاست فود، أو كثيرا تسهر، عينها أيضا جذبتني. كثير السهر هذا جدا ممكن يعرض صحتك للخطر على المدى الطويل، حتى وإن كنت في عز صحتك، هذا هو السبب الأساسي اللي ممكن تشتكي منه في المستقبل أو تعاني من عوارض. فحط بالك على قلبك، منطقة القلب، منطقة المنطقة الروحانية، مساعدتك الداخلية، الشرب، وأيضا مثل ما قلت لك السهر، وكثرة التفكير، العقل، العين. لا تفكر كثيرا ولا تكون سلبي أيضا في تفكيرك، دائما تتوقع الأسوأ من الأشخاص، من الحب، دائما تتوقع الأسوأ من الأشخاص هذين، احتمال الشخص اللي تحبه، كثير التفكير فيه وتنظر إليه وكأنك ترتقب قدومه. الحل بالنسبة لي هو دائما أن تكون عندك ثقة أن أي شيء راح يصير أو يحصل لك راح يكون في مصلحتك. عندما تكون واثق من الداخل أن أنت فعلا كل شيء يحدث في حياتك من أجل مصلحتك، ما راح تكون في مرحلة قلق متى راح يرجع، وهل إحنا راح نكون مع بعض، هل سألاقي الشخص اللي أحس السولميت تبعي، هاي الأسئلة ما راح تكون موجودة عندك. فصحتك متعلقة بنفسيتك الفترة القادمة. ننظر إلى الحياة العاطفية، عندك 6 الأغصان، طاقة نارية، طاقة الشخص المنتصر اللي يحيطون بأشخاص في احتفال، وعندنا كارت الإمبراطورة. أرى أن
واحد منكم في حياتك العاطفية مع الشريك أو الحبيب كان في مشكلة، وأساس هذه المشكلة أنه كان في شخص مستعد للارتباط أكثر من الثاني، كان في شخص جاهز سواء أنت أو هو يا برج الجدي، كان في شخص مستعد أن يقفز يوقع عقد الزواج، يبني أسرة، ينجب الأبناء، عندنا طاقة الأم الأرض، وشخص كان لحد الآن مستمتع باهتمام الأشخاص أو الغرباء اللي حوله، لحد الآن يحب أن تكون لديه الكثير من الخيارات، شخص واثنين وثلاثة، وتكون جميع أيضا خياراته مفتوحة، ما يحب الارتباط، ما يحب الالتزام، كان هذا السبب الرئيسي، وإن كان في حب وإن كنت سولميت، لكن هذا هو التحدي الأكبر اللي واجهت العلاقة. كنتوا تريدون أشياء مختلفة، شخص عينه على الأسرة وتكوين الأسرة، وشخص عينه على مجرد المشاعر أو الاستمتاع في اللحظة، كأنما لا يريد أن يفكر ما الذي سيحدث في المستقبل. احتمال أنت، احتمال الشريك، خذها بالجانب اللي يناسب وضعك. ولكن مقابل الأم الأرض عندنا كرت العدالة برج الميزان، وأيضا لدينا كرت الجوزاء العاشقين والسولميت. احتمال أن هذا الشخص أو أنت يا برج الجدي عندما لقيت أن العلاقة لن تؤدي إلى ما تتوقعه أو تتمناه من الارتباط والزواج والأسرة، قررت أنك تنهي العلاقة، واحتمال أنك قبل أن تنهيها بينت إلى الشريك أن عينك فقط على الارتباط، الارتباط نفسه كرسميا كتوقيع عقد الزواج، هذا ما يهمك في الحياة حاليا، أو هذا ما يهم الحبيب. ولكن الشخص الثاني كان دائما مستغرق فقط في مشاعره في اللحظة، من النوع اللي يحب أن يستمتع في اللحظة وخلاص، عندما تنتهي يرجع إلى أموره المعتادة وخياراته العادية، يحب الحب من أجل الاستمتاع، ويعرف أن أنت سولميت. هذا الشخص يعرف أنه التقى بالسولميت تبعه، ولكن في نفس الوقت يجد صعوبة في التخلي عن جميع خياراته المفتوحة والارتباط. ولكن عندما تتلاقى الإمبراطورة مع كرت العدالة وست الأغصان مع العاشقين، أرى أن على المدى الطويل راح يكون في مثل الكومبرومايز أو التسوية، راح تلتقون في المنتصف ولكن ليس المستقبل القريب، لأن لدينا تو ميجر أركانز، الكرتات الكبيرة. الكرتات الكبيرة تقول لي أن راح تأخذون وقت من أجل أن تصلون إلى نقطة مشتركة، رغبة مشتركة، من أجل أن تقع رغبتك جنب أو مع رغبة الحبيب. الموضوع راح يأخذ وقت، لأن في شخص حاليا جدا مستمتع بحياته، ممكن أنت، ممكن الشريك، ما أعرف، ولكن في النهاية هذا الشخص اللي قاعد يستمتع بخيارات كثيرة في حياته راح يدرك إنه ليس كل ما يلمع ذهبا، لديه فعلا فقط شخص واحد هو يحبه بصدق، لديه فقط سولميت واحد. وعندما يدرك هذا الشيء، هذا هو مربط الفرس، عندما يدرك ان كل هذا الاستمتاع بالاخرين ما عاد يسعده، لان عنده اربع الخماسيات، راح يشوف انها توقفت عند المتعة، توقف عند النمو، وايضا احتمال انه خسر الطرف الاخر. عندما يدرك هذا الشيء راح يكون في رجوع ان شاء الله. راح اسحب لك كرت واحد تبع النصيحة الأخيرة. I love you. These are powerful words. أنا أحبك، هذه كلمات قوية. هذه الرسالة للجانب العاطفي. مجرد اعتراف هذا الشخص اللي كان في السابق غير مستعد للارتباط، مجرد اعترافه بالحب، اللحظة بالنسبة لهذا أيضا كرت يرجع إلى كرت العاشقين، اللحظة اللي يدرك فيها مشاعره تجاه هذا الشخص وما الذي يعني إليه هذا الشخص،
راح تكون مثل المصباح اللي يولع في حياته، راح يكتشف هذا الشيء وراح يرجع بسرعة ويخبر الطرف الثاني انه هو يحبه، وهنا راح تكون مثل ما قلت لك النقطة المشتركة في المستقبل. راح يكون في حب وراح يكون في هدوء من بعد العاصفة. ايضا راح اسحب لك كرت تبع ما تتوقعه. احتمال ان هذا الشخص اللي انسحب او كان غير مهتم او غير متمسك بالعلاقة وقت من الاوقات هو الذي في لحظة ما كأنما ينزل عليه ملاك التنزيل، وتكون بالنسبة له صدمة يدرك انه خسر الشخص الثاني ويدرك مقدار حبه للشخص الثاني ويرجع بسرعة. راح تكون لحظة جدا مهمة او صادمة حق الشخص اللي في الاعلى. برج الجدي، صار عندي فضول اعرف هل انت الشخص اللي في الاعلى؟ هل انت الشخص اللي حاليا لا ترغب في الارتباط وتحب ان تخلي علاقاتك مفتوحة، ولا انت الشخص اللي كنت ترغب في الارتباط والحبيب او الشريك غير مستعد لك؟ خبروني في الكومنتس، لان ايضا المرأة راح تختلف عن الرجل شوية في القراءة. Wise Woman of Wonderland، أحد الأبراج أيضا السابقة حصل على نفس الكرت. السيدة الحكيمة في مملكة الأحلام، مملكة Wonderland. Integrity، الصدق والcompromise. بالضبط هذا هو المفتاح للمستقبل، compromise، التسوية. قلت لك في تسوية راح تكون في المستقبل. في شخص منكم راح يكتشف مقدار حبه للشخص الثاني وانه فعلا خسره، وما يعنيه له هذا الشخص من بين كل الاشخاص الموجودين وكل الخيارات الموجوده. فهذا الشخص راح يرجع جدا انسان مختلف، عنده كانما مثل الواند او الغصن في يده، وهو مستعد ان يسوي العلاقه ويصلح اللي احتمال انه افسد في السابق. شكرا عزيزي برج الجدي.